السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقائي الحلوين؟ معكم محمود من برنامجكم أشبال الثورة. اليوم رح نحكي عن شغلات كتير حلوة. أول شي رح نحكي عن الأخوة، وتاني شي رح نحكي عن الصحبة الصالحة، وكمان رح أحكي لكم قصة عن الصحبة الصالحة. كمان رح تكون معنا الطفلة ريماس من حديقة الحكايات، رح يكون معنا الضيف علاء، ورح يكون معنا صديقنا عبد الله الأحمد من برنامج القارئ الصغير. وهلا بترككم فاصل بسيط وبرجع لكم. احمد ربك دوما فالحمد دعاء ونجاة، يبعد عنك شرورا هما فتحس بحب وحياة. احمد ربك دوما فالحمد دعاء ونجاة، يبعد عنك شرورا هما فتحس بحب وحياة. احمد ربك يسهل دربك يصفو قلبك ما أصفى. احمد ربك يحلو يومك يسهر وجهك ما أحلى. ورجعت لكم رح نحكي عن الأخوة. طبعا الأخوة شيء كتير مفيد بهالحياة، لأنه الأخوة بيساعدوا بعضهم بالأعمال والأشغال والوظائف، كمان إذا أبوهم عطاهم مهمة بيتقاسموا الشغل بيناتهم. وهيك يا حلوين منكون خلصنا الفقرة الأولى، وهلأ بترككم فاصل صغير ومرجع لكم. أخي وأختي وأنا نحيا معا في بيتنا. أخي وأختي وأنا نحيا معا في بيتنا. كأننا في روضة من السرور والهنا. أخي وأختي وأنا أخي وأختي وأنا حينا ترانا نلعب نلهو ونجري في المدى، لكننا لا نتعب حينا ترانا نلعب نلهو ونجري في المدى، لكننا لا نتعب. ورجعت لكم ورح نحكي عن الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة هن لازم يكونوا ناس خلوقين مؤدبين وما بيحكوا كلام عيب، كمان بيصلوا وأخلاقهم حسنة، لأنه هدول هن الصحبة الصالحة بجوز يدفعوا لك بالجنة يوم القيامة. فلازم ما نصاحب إلا الصحبة الصالحة. ويا حلوين إذا كنت أنت ورفقاتك سوا وشفتوا ولد من الأولاد اللي صحبته سيئة، روح انصحوا إلا ولا رفقاته شان تكون إلكن حسنات بالجنة. وهيك يا حلوين منكون خلصنا هاي الفقرة وبرجع لكم بعد الفاصل. رأيت صديقي أخي ورفيقي ونمضي سويا معا في الطريق رأيت صديقي أخي ورفيقي ونمضي سويا معا في الطريق شعور نبيل وطبع أصيل ولطف وذوق وقول جميل. شعور نبيل وطبع أصيل ولطف وذوق وقول جميل. سليم الفؤاد وصافي الوداد سليم الفؤاد وصافي الوداد
يعشق مثل سبيل الرشاد. رأيت صديقي صديقي ورفيقي رفيقي. ورجعت لكم ورح أحكي لكم قصة عن الصحبة الصالحة. كان يا مكان كان فيه ولد اسمه مصطفى. هذا مصطفى كان يدور على أولاد يصيروا رفقاته، وبمرة من المرات لقى أولاد صالحين وكويسين ومؤدبين وصاروا رفيقهم، وصاروا يروحوا سوا ويأكلوا سوا ويلعبوا سوا، ومين ما يشوفون يفكرون أخوات. ولا بيوم من الأيام اجا واحد من رفقاتهم وتركهم، راح اتعرف على أولاد مو كويسين وبيتعاملوا بأشياء مو كويسة. فقال مصطفى خلينا نروح ننصح له ولهالولاد مشان يكون لنا حسنات. فراحوا وصاروا ينصحون صاروا ينصحون حتى قبلوا النصيحة وصاروا رفقة صالحة كلياتهم. وهيك يا حلوين منكون خلصنا القصة الحلوة، وهلأ فاصل ومنواصل. اللي شو أحلى مرفقة على طول العمر بتبقى، بتخلي أيامي تحلى والضحكة طول بتلا. اللي شو أحلى مرفقة على طول العمر بتبقى، بتخلي أيامي تحلى والضحكة طول بتلا. اللي شو أحلى من أصحاب على طول العمر أحباب، بيضل رفيق عبالي حتى لو عن عيني غاب. اللي شو أحلى من أصحاب على طول العمر أحباب، بيضل رفيق عبالي حتى لو عن عيني غير. رح نستمع هلأ للطفلة ريماس من حديقة الحكايات. حيوانات حيوانات بين الناس وفي الغابات، حيوانات حيوانات بين الناس وفي الغابات، تعطي جمالا للحياة يا لجمال الكائنات، تعطي جمالا للحياة يا لجمال الكائنات. السلام عليكم أصدقائي الأطفال، كيف حالكم؟ أنا صديقتكم ريماس، لنتجول معا في حديقة الحكايات لنأخذ منها العبر. ابقوا معنا لأحكي لكم قصة جديدة. عصا موسى، هذه أنا، كنت نباتا ثم تحولت إلى جماد، ثم تحولت من جماد إلى حيوان، فكنت بهذا التحول آية كبرى من آيات الله. من مصر أنا، ولدت في مصر لتأديب فرعون مصر. لم يكن موسى يحملني في القصر، كان يحملني عندما يخرج. فداخل قصر فرعون لم يكن مسموح لأحد بأن يحمل عصاه باستثناء فرعون. ثم ذات يوم حملني موسى وخرج بي هاربا من مصر، بعد أن حذره رجل من المدينة بأنه يجب أن يرحل لأن القوم يخططون لقتله، وقد سمعت بأن موسى قتل رجلا بالخطأ. فقد استغاث به أحدهم على رجل آخر فدفع موسى الرجل فمات، ولذلك يبحثون عنه لقتله. فخرج موسى من مصر خائفا يترقب، ودع الله وهو يخرج. أخذنا نسير حتى وصلنا إلى مدين، فوجد موسى امرأتين تحتاجان للمساعدة، فساعدهما وجلس في ظل الشجرة. وبعد ساعة من الوقت جاءت إحدى الفتاتين وأخبرت موسى بأن والدها يريده، ونهض موسى وسار. وعندما وصلنا أخبر قصته للشيخ، وطمأنه الشيخ وطلب منه أن يعمل عنده مقابل تزويجه إحدى الفتاتين، واتفقوا على مدة محددة. وعندما انتهت المدة بدأت رحلة العودة. سرنا طويلا موسى وأهله وأنا، سرنا أسبوعا كاملا. وفي ليلة باردة اختفى فيها القمر ولمع البرق وغسلتني الأمطار، وكنت أهتز من ارتعاش موسى بردة. وفي الظلام الكثيف أدار موسى رأسه ورأى نارا تتألق هناك، طلب من أهله أن ينتظروا وتحرك مسرعا نحو النار. راح يسير وأنا أتقدمه،
حين اقتربنا من النار أدركت قبل موسى أنها نور وليست نار. ولما اقترب موسى من النار خشعت الأرض للنداء الجليل: أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. ونودي موسى أن يخلع عليه فهو بالوادي المقدس طوى. ارتعد جسد موسى ووقف مذهولا. كان الله يخاطبه من وراء حجاب، فسأله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ أجابه موسى: هي عصاي أتوكأ بها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. أمره الله أن يلقي بي. ألقاني موسى من يده فتحولت إلى حية عظيمة تتحرك وتسعى. ففزع موسى واستدار يركض خائفة، فخاطبه الرحمن ألا يخاف وأنه سيعيدني كما كنت. تقدم موسى نحوي وأخذني، فتحولت فورا إلى عصا. ثم أمر الله موسى أن يضم يده إلى جناحه تخرج بيضاء من غير سوء. فوجئ موسى بيده تنير كالقمر، فأفهم الله موسى أن هاتين آيتين من آيات الله يجب أن يذهب بهما إلى فرعون. وحين هدأ موسى واطمأن، دعا الرحمن أن يشرح له صدره وييسر أمره ويجعل أخيه هارون رفيقه، فاستجاب الله له. وعاد موسى إلى أهله وتابع رحلته إلى مصر. وعندما وصلنا إلى مصر ذهب موسى إلى أخيه هارون وأفهمه سر مهمتنا، ومن ثم ذهبنا إلى فرعون في قصره فأخبره موسى رسالة ربه. فأبى فرعون وتكبر، فأراه موسى آيات الله ألقاني من يده على الأرض، فتحولت إلى ثعبان أتلوى وأفتح فمي. فوجئ فرعون وجمد في مكانه. ارتعب كل من في القصر، ورغم هذا تكبر وسأل عن شيء آخر. فوضع موسى يده تحت جناحه ثم أخرجها فإذا هي تنير القصر. فاشتدت حيرة فرعون وشعر أنه عاجز عن التفكير، فطردنا وحشد كل وزرائه ورجال دولته. قرروا أنه ساحر ويجب أن يتحدى جميع السحرة، فاتفقوا مع موسى واختار موسى يوم الزينة وهو يوم عيدهم. وعندما جاء يوم الزينة اجتمع كل من في المنطقة وأتى جميع السحرة، وكان فرعون قد وعدهم بأجر عظيم إذا انتصروا على موسى. فقال كبير السحرة لموسى: أما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقال لهم موسى: بل ألقوا. وعندما ألقوا حبالهم سحروا العالم وأبهروهم، حتى موسى أوجس في نفسه خيفة، فقد امتلأ المكان بالثعابين. فاطمأنه الله وأوحى له، وبالفعل ألقاني موسى فتحولت إلى ثعبان ضخم أكل كل الثعابين الموجودة. فخر السحرة جميعهم ساجدين ومؤمنين برب موسى، لأنهم علموا أن هذا ليس سحر. فتوعدهم فرعون بالعذاب الشديد، وأوحى الله إلى موسى أن يخرج بقومه من مصر، فخرجوا وتبعهم فرعون وجيشه. فوصلنا إلى البحر، فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بالبحر، فضرب بموسى البحر فانقسم لقسمين كبيرين. وسرت مع موسى وقومه، فتبعنا فرعون. وعندما وصل جيش فرعون إلى منتصف البحر انطبق البحر على فرعون وجيشه، فشاء الله أن ينجو موسى ويهلك فرعون. وبدأ فرعون يغرق، فقال وهو يغرق: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ردت توبته إلى وجهه، وقال له جبريل عليه السلام: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. غرق فرعون ولفظ البحر جثته، وعاود موسى السير. حط عصا كما كنت. وجاءت نهايتي ذات يوم وقعت من موسى عليه السلام من الجبل، ونظر موسى
فوجدني أستقر في جوف واد بعيد. ومرت سنوات، بحث عني بنو إسرائيل طويلة، ولكنني نجوت فلم يجدني أحد. حمدا لله، تحولت إلى تراب، عدت لإحضان الأرض سرا يدفن نفسه في تراب. هذه كانت قصتنا لليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. انتظرونا في رحلة جديدة في حديقة الحكايات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيوانات حيوانات بين الناس وفي الغابات، حيوانات حيوانات بين الناس وفي الغابات، تعطي جمالا للحياة يا لجمال الكائنات، تعطي جمالا للحياة يا لجمال الكائنات. رجعت لكم، ورح يكون معنا هلأ الضيف. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ اسمي علاء. يا أهلا وسهلا بالعلاء، نورت البرنامج. وينور فيك. شاطر في المدرسة؟ شاطر، بس في شوية تقصير. أي صف يا علاء؟ ثالث. الله ينجحك. طيب ممكن تعرفنا عنك أكثر؟ شو بتحب ومن وين وقديش عمرك؟ عندي 11 سنة، وبحب ألعب رياضة، ألعب كرة قدم. ما شاء الله، من وين أنت؟ أنا من حلب. أهلا وسهلا بأهل حلب. شو رأيك بموضوع الصحبة الصالحة؟ يعني هل عندك صحبة صالحة؟ نعم عندي. شو رأيك فيهم؟ كويسين؟ كويسين. طيب شو بتستفاد من الصحبة الصالحة؟ بستفاد من الصحبة الصالحة أمشي مع أولاد كويسين يعلموني ينصحوني. هل عندك مشاركة كويسة وحلوة مثلك؟ عندي نصيحة. طيب تفضل. نصيحتي ما الأولاد ما يحكوا كلام مزين أولاد شوارع. طيب يعطيك العافية. شو حابة توجه رسالة للمستمعين ولأمك وأبوك؟ بقول لأمي لأبوي الله يحفظني والله يحميين. طيب شكرا كتير انك جيت على حلقتنا اليوم وشرفتنا ونورتنا. وهيك يا حلوين منكون خلصنا مقابلة مع ضيفنا العزيز، وهلأ راح نستمع لعبدالله الأحمد من برنامج القارئ الصغير. يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر، أبشر بخير الجنان في ساعة الحشر. يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر، أبشر بخير الجنان في ساعة الحشر. اقرأ كتاب الله في راحة وانا، اقرأ كتاب الله في راحة وانا، اقرأ كتاب الله في راحة وانا، وتفكر في معنى تنجو مدى الدهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي الأطفال؟ أنا صديقكم عبد الله الأحمد في برنامجكم المتميز القارئ الصغير، وسأقرأ لكم اليوم بعض الآيات من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي الختام أصدقائي الأطفال، فضل القرآن علينا عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فالواجب علينا أن نقرأ القرآن وأن نعمل بما فيه لنفوز بالجنة. كنت معكم أنا صديقكم عبد الله الأحمد في برنامجكم القارئ الصغير من إذاعة الثورة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشر بخير جنان في ساعة الحشر. يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر، أبشر بخير جنان في ساعة الحشر. اقرأ بلا ملل رتل بلا وجل، اقرأ بلا ملل رتل بلا وجل، اقرأ بلا ملل رتل بلا وجل، اتبعه بالعمل علمه للغير. يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر، أبشر بخير جنان في ساعة الحشر. يا قارئ القرآن يا حافظ. بالختام بحب لكم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم أنا محمود من برنامجكم أشبال الثورة. بأمان الله.